بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما يا رب. طبعا زي ما شفنا في اخر فيديو عن موضوع تهجين الحمام على اليمام، اتكلمنا فيه ان شاء الله عن ان احنا هنعمل تهجين جديد، ويعني خدت راي اخواتي متابعين القناه وقلت لكم يا جماعه نهجن ايه مع دكر اليمام اليمري اللي موجود عندي ده. ده دكر يمام إمري زايف على الآخر، أي انتهي هتحط معاه هيتجوزها وهيشتغل معاه، تمام كده؟ فعرضت عليكم في الفيديو إن احنا نجوز الدكر دوت النتاية الكريزلي دي، تمام كده يا جماعة؟ الناس اللي متابعاني شافت الفيديو اللي فات، قلت يا إما نجوزه للنتاية الكريزلي دي، تمام؟ يا إما نجوزه للنتاية الهزاز دي، دي نتاية هزاز ديول صفرة، طبعا ديلها مقصوص، طبعا طريق ديل عريضه جدا، حاجه ما شاء الله مستوى جميل، تمام. فقلت يا اما النتايه الكريزلي، يا اما النتايه الهزاز دي، يا اما نتايه زاجل زرقاء زي كده، تمام كده يا جماعه؟ قلت نتايه زاجل زرقاء زي دي. فطبعا لقيت ان التعليقات تقريبا نسبه كبيره جدا جدا منها بتقول جوزوا للنتايه الهزاز، تمام كده، ونسبة كبيرة برضو بتقول جوزوا للنتاية الكريزلي البيضة اللي هي دي، تمام كده يا جماعة، وقليل جدا اللي قالوا جوزوا للنتاية الزاجل، بس الأغلبية يا جماعة اللي قالت جوزوا للنتاية الهزاز. دي كانت أكبر نسبة تعليقات جات لي على موضوع التزاوج وتهجين الحمام مع اليمام، كانت النتاية الهزاز الديول دي مع الدكر اليمام الامري اللي عندنا النهاردة ده. فان شاء الله يا جماعة هبدأ الفترة اللي جاية في ان انا اجوز فعلا الدكر ده للنتاية الهزاز الديول. طبعا الدكر ده زايف على الاخر، فهنجرب دلوقتي عملي اهو مع بعض. بسم الله، هنشيل اول حاجة الدكر ده. انا شلت البيض على فكرة، حضنته عشان الناس اللي هتسألني على البيض. بيض النتاية الهزاز الديول والدكر الزاجل كان بيض مخصب، وشلته حضنته تحت حمام كان معاه بيض بايظ من نفس المدة، يعني كان معاه بيض متبوظ ومرقود عليه او راقدين عليه من نفس الفترة تقريبا. فبكشف على البيض لقيته البيض بايظ، فشلت البيض رميته وحطيت لهم بيض الهزاز والزاجل ده. فدلوقتي هشيل دكر الزاجل اهو، تمام كده يا جماعة، على خارج جناحه وهسيبه عندي هنا في الأوضة، تمام كده، وهسيب النتاية الهزاز هنا فترة لحد ما تزوف على الآخر، وبعد كده هجوزها لذكر اليمام الإمري اللي موجود عندنا ده، تمام؟ بس تعالوا كده الأول نحطهم مع بعض في سلاكة ونتفرج عليهم هم مع بعض ونشوف شكلهم إيه مع بعض، وهل هينفع إن يحصل ما بينهم تزاوج وتخصيب وإنتاج وتهجين ولا لأ، وتعالوا نستمتع كده بالفرجة عليهم مع بعض ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا تاني. فيلا بينا كده نشوف مع بعض. بسم الله. بص يا جماعه الدكر زايف على الاخر، يعني اول ما يشوف النتايه بص هيعمل ايه. النتايه بيغرد لها اهو، تمام كده يا جماعه الدكر زايف. طيب تعالوا نجرب كده ندخلها له جوه السلكه. بسم الله. طبعا السلاكه دي صغيره فانا مش هجوزهم فيها، انا هجوزهم في السلاكه الكبيره دي، تمام. بص كده لما حطيت له النتايه بيضربوا بعض، بس الدكر زايف والنتايه لو زافت هياخدوا بعض ان شاء الله. تعالوا ناخدهم في سلكه كده بره بعيدا عن سلكه الدكر وسلكه النتايه، وتكون سلكه واسعه بحيث ان احنا نعرف نتفرج عليهم فيها. بسم الله ما شاء الله. بصوا معايا كده يا جماعه حجمهم ما شاء الله، يعني يعتبر ايه، مش وحش او مش بعيد عن بعض قوي، بالذات ان الدكر هو اللي هيخصب، فالدكر لو حجمه صغير بيعرف يخصب حتى بسهوله، انما لو النتايه اللي حجمها صغير جدا والدكر هو اللي حجمه كبير بيكون صعب شويه ان الدكر يعرف يطلع يكسر على النتايه ويخصب، تمام. فطبعا هو هادي هنا عشان مش واخد على السلكه دي، بس انا حبيت افرجكم عليهم وهم مع بعض في سلكه واحده. بص ما شاء الله هيبقى تزاوج ان شاء الله جميل، هينتج عنه
حاجة أكيد مميزة جدا جدا جدا. يعني أنا أظن إن دي هتبقى أجمل نتيجة تهجين ما بين الحمام واليمام، أو هيبقى أجمل ناتج تهجين ما بين الحمام واليمام، حاجة ما حدش عملها قبل كده يعني. الحمد لله أنا منفرد بيها بإذن الله، وهنتفرج عليها الفترة اللي جاية مع بعض. تمام كده يا جماعة، فإحنا إيه كده شفناهم مع بعض هوت، وإن شاء الله دولت هنجوزهم لبعض في أسرع وقت. يعني أنا هحاول إن أنا على قد ما أقدر أجوزهم لبعض بسرعة، ونشوف الناتج اللي هيطلع منهم برضه على طول بإذن الله. فأنا من النهاردة فصلت النتاية خلاص عن دكرها، والدكر ده كده كده زايف ومفصول عن نتايته بقاله فترة، وإن شاء الله لما النتاية تزوف على طول هدخلها للدكر وهجوزهم لبعض إن شاء الله، وأشوف الناتج اللي هيطلع منهم هيكون إيه. تمام كده يا جماعة، وهنتفرج عليه إن شاء الله مع بعض ونستمتع بالفرجة عليه. طيب إن شاء الله برضو بعد ما أجرب دولت مع بعض عيش أو عشين، تمام، هفصل الدكر دوت عن النتاية دي، وهجربه برضو مع النتاية كريزلي عشان الناس اللي كانت عايزة تشوف التجربة مع النتاية كريزلي. طيب بالنسبة لموضوع تهجين الجيل التاني من الحمام واليمام مع نتاية اليمام، اللي هم دول يا جماعة الناس اللي كانت مستنية تشوف هل الدكر ده هينتج مع نتاية اليمام ولا لا. فطبعا للأسف احنا دلوقتي بقى لنا حوالي 4 أيام تقريبا او 5 أيام من ساعة ما باضوا، وللأسف كشفت على البيضة اللي تحت النتاية، ما باضتش غير بيضة واحدة عامة يعني اهي. تمام كده، بص معايا كده، البيضة هي يا جماعة بيضة واحدة اللي بضيتها، وكشفت عليها لقيتها للأسف البيضة مش مخصبة، البيضة طالعة فاضية رايقة مش مخصبة. فهنجرب تاني إن شاء الله، يعني هنسيبهم يومين تلاتة كده ونكشف على البيضة تاني، ونجرب تاني إن شاء الله إن احنا نسيبهم يبيضوا مع بعض ونكشف على البيض بتاعهم ونشوف هيطلع مخصب ولا لأ. فإن شاء الله مش هجرب مرة واحدة بس ولا مرتين، لا إن شاء الله هجرب 3-4 مرات كده لحد ما اتاكد اذا كان الدكر فعلا هيخصب ولا مش هيخصب. فلو لقيته ما بيخصبش اجربه برده مع الحمام زي ما قلنا، ونشوف هيخصب مع الحمام ولا لا. فلو برده ما خصبش مع الحمام، يبقى احنا كده خلاص عرفنا ايه ان الناتج اللي طالع ما بين تهجين الحمام واليمام ناتج عقيم، وكل شغلته هيكون عندنا ان هو يبقى شكل او صوت او تحضين. تمام كده، فيعني يكفي ان احنا شفنا التجربه مع بعض، وشفنا الناتج اللي طلع من تهجين الحمام مع اليمام واستمتعنا بيه، وشفنا صوته عامل ازاي، وطبعا حاجه غريبه. فهنشوف ان شاء الله الفتره اللي جايه لو خصب نعرف، لو ما خصبش برده نبقى عارفين ان هو كده كده ايه الناتج بيطلع عقيم. وهنستنى ان شاء الله المفاجاه الكبيره ان شاء الله هتكون في القص اللي هم ذكر اليمام الامري ده والنتايه الهزاز دي. تمام كده، فان شاء الله لما نجوزهم لبعض، بص عايز اكسر عليها اهو، ان شاء الله لما نجوزهم لبعض ويشتغلوا مع بعض هنشوف ونتابع الفيديوهات زي ما تابعنا السلسله القديمه بالترتيب. تمام كده يا جماعه، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استمتعنا بيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان توصل الفيديو لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو مريم التونسي.